كذلك احتفل أقباط مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية بأحد السعف أو أحد الشعانين بإقامة قداس الصلاة وسط إجراءات أمنية مشددة، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى دخول المسيح إلى القدس عندما استقبله أهلها بالسعف والزيتون المزين ورأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها القداسة في كاتدرائية الشهيد ماري جرجس وشهداء طنطا الأبرار بحضور أسر شهداء ومصابي حادث التفجير الذي شهدته كنيسة ماري جرجس العام الماضي. أكبر عدد دخل كنيسة ماري جرجس على مدى تاريخها، أكبر عدد اشترك في ممارسة الأسرار لكنيسة ماري جرجس على مدى تاريخها. أكيد الشعب ما كان شعب كنيسة ماري جرجس فقط، عدد كبير من كنائس أخرى في طنطا، عدد كبير من بلاد تانية حضرت النهاردة هذه المناسبة. وأنا قصدت في العيادة أن أنا أؤكد على أنه يوم مفرح، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. طبعا هو يعني كان دي هي مناسبة على قد ما يعني ما هي مؤلمة، بس سعيدة وحلوة، لأن طبعا إن إحنا لنا شهداء في السماء دي حاجة حلوة جدا. بالنسبة لاستقبال الشعب كله والآباء الكهنة، استقبال عظيم جدا، في ألم بسيط لأسر الشهداء طبعا، لأن دي بتبقى محبة، مش زعلانين بس، محبة وعاطفة، لأن دول اللي ابنها واللي زوجها واللي أخوها كده يعني. أما استقبالنا إحنا فرحانين جدا جدا، والكنيسة النهاردة لأول مرة في التاريخ تكون في أحد، عشان يكون العدد العظيم ده كله رغم اللي حصل لنا ده، ادانا قوة. اللحظة صعبة جدا عليا، بس اللي معزيني وموقفني ومخليني أني عارف أن ابني ربنا كرمه وأكرمه بالاستشهاد ده.